والاسمين يعني تشافي هرنانديز صبري لاموشي وبغداد عندك. والله بغداد هالستة ترى يبونه ما يبونه في المدرجات، يبونه يلعب لكنه مصاب. فسلامات ان شاء الله لبغداد بنجاح، وسلامات ان شاء الله للحارس الاول في قطر سعد الشيب. الانطلاقة من علي عتيب، علي يرسلها الخطر هني، ترى الخطر هني اعتقد من ننتهي. أكرم عتيف يطلب الكرة، لاحظ وانت مركز أكرم. مرة أخرى الآن ننتهي، جرب يسدد جول. قلت لك الخطر هني، قلت لك الخطر هني، والخطر بالفعل من نامته عن بعد يسدد لك كرة تضرب القائم وتنزل في مرمى محمد البكري. يأتي الهدف الأول لمصلحة نادي السد. لاحظ معاي، لاحظ معاي التسديدة القوية، حاول البكري لكنها ضربت في العارضة وانزلت. هدف جميل، هدف عالمي الحقيقة يقوم فيه اللاعب كوري الجنوبي. هنا الكرة اللي تضرب، وبالتالي المشجع السداوي السعيد جدا بالهدف الجميل اللي أحرزه نامتاهي، وبالتالي يتقدم الساد. وترتكب أكم الأخوان جنب بعض، الله يحفظهم حق أبوهم، يحفظهم حق اليوم أكرم وعلي، أصبحوا الحين جنب بعض. عيال عفيف اكو علي والاصغر منه اكرم، لكن الركله الحره المباشره اللعبه جول. جول الزعيم يسجل الهدف الثاني بواسطه القائد الكبير حسن الهيدوس، يسجل الهدف الثاني. يعني هي شوف ركلة حرة كانت قريبة والآن نوعا ما بعيدة، ومع ذلك لاحظ الكرة يوم ما تحولت الكرة الرأسية. لا والله مو من الهيدوس، يبدو أن الهيدوس لعبها، ويمكن يكون دوس سانتوس هو اللي سجل الهدف الثاني. نعم جيلهيرمي دوس سانتوس البرازيلي إذا يسجل الهدف الثاني. اكتوبر ريان وتحيل، كرة كانت قوية وصلت لمصلحة، بس الحقيقة يوم الأحد القادم الأهلي والسد، إذا السد مثلا الآن يصل إلى مباراة الأهلي بعشر نقاط، عندئذ الفارق إلى نقطتين، عندئذ السد ممكن يأخذ الصدارة حتى من الأهلي. يا سلام، يا سلام على الهدوء والثقة والمتألق. نام تيهي يسجل الهدف الثالث لمصلحة السد الثاني له على المستوى الشخصي. لكن لاحظ، لاحظ ما الذي حدث، ما الذي حدث في هذه اللقطة. الذي حدث أن لمسة جميلة من أكرم عفيف يتقدم. أنت لاحظ معي، لاحظ معي، لاحظ معي شو اللي عمله نام تيهي، شو اللي عمله نام تيهي يوم تلقى كرة أكرم عفيف، وشنو الفرق ما بين كرة نام تيهي وما بين كرة دودو. إذا كنتوا تذكرونها هني تقدم نانتهي، حط الكرة حط صح، صح اختار، وحتى دودو اختار الزاوية الصح، لكن الفارق أن دودو طاح بالكرة إلى خارج أرضية الملعب. وهني نانتهي يتألق ويسجل الهدف الثالث. صارت 3-0 ينصب لمصلحة تحيل. أنا أتحدث عن من عام 2010 ولغاية الآن. كرة تحيل انلعبت، تهيأت تكون خطير الآن. التسديدة في الجول، التسديدة في الجول،
أخيرا يتمكن تحيل من تسجيل الهدف الأول. كرة مباغتة الحقيقة من دودو، مباغتة جدا لحارس المرمى. شوف شوف مشعل، شوف مشعل وين، وشوف دودو وين، لكن دودو يعمل الكرة القوية جدا، وبالتالي يأتي الهدف الأول لمصلحة نادي تحيل. تكون النتيجة 3-1، مع أن شوف 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 يعني ما كان ردة الفعل من جافي، واضح أنه منزعج من الهدف.